50% ونسبه ريكاردو 71%. زي ما احنا شفنا في قدامنا جماهير النادي الاهلي داخل الصاله بتآزر فريق النادي الاهلي، هو دايما جماهير النادي الاهلي بتآزر فريقها في كل الاتجاهات، كوره، هاندبول، باسكت، طايره، كل الالعاب جماهير النادي الاهلي متواجده، لان فعلا جماهير النادي الاهلي هو السند الحقيقي للنادي الاهلي في كل الالعاب. اتفضل يا كابتن خالد. عندهم تاني اللي هو المحترف نيجران سامويل اللي هو لاعب مركز 2، ده البلاي ميكر بيعتمد عليه كتير جدا في الضرب، يعني بيرفع له كتير، ارساله يعتبر يعني متوسط مش مؤثر قوي. عندك لاعب اللي هو مركز 3 اللي هو رقم 18 سعد العشيبي، ده السنتر بلوك. السنتر بلوك البلاي ميكر بيعتمد عليه اكتر من السنتر بلوك الثاني اللي هو رقم 5 عبد الرحمن، ده يعني نسبه ضربه اعلى شويه من نسبه ضرب عبد الرحمن اللي هو رقم 5. طب خلينا ناخد بس الجزء الماتش شويه، بنتكلم لو اتكلمنا على سنتر بلوك كابتن نور، سنتر بلوك لأساريا الليبي زي ما كابتن خالد بيقول ان هم يعني عندهم مهارات، صح كده؟ يعني ما عندهمش القوه الضاربه نقدر نقفل عليهم ازاي ونلعب عليهم ازاي داخل ارض النادي الاهلي. هو دايما اللعيب اللي بيبقى اقصر بيبقى اسرع، مهاريا بيبقى اعلى. اولا اللعيب القصير دايما احنا بنعلم اللعيبه بتاعتنا البلوكات دايما بنأخر سنه للعيب القصير عن اللعيب الطويل. تمام. طبعا احنا عندنا السناتر بتوعنا يعني وهو واقف بايده بتبقى فوق الشبكه، فان شاء الله نعرف ازاي نوقف السريع بتاعهم وازاي نقدر بضغط الارسالات ان احنا نقلل الضرب السريع في الفرقه الثانيه. تقليل الضرب السريع من أساريا الليبي ينتج نقاط للنادي الاهلي، يعني نقدر نعمل الهجمه بشكل مختلف على أساريا الليبي. مش الهجمه، انت بتدافع بقى، بدافع حائط صد بتاعك كل ما بتصعب السيرف ويبقى مفيش كره اولى اللعب هيبقى واضح. السريع بتاعهم مش هيبقى ليه دور. السريع بتاعهم اقصى حاجه يعملها ان هو يطلع بلوك بس. تمام. مجرد ان انت تضعف الاستقبال بتاعهم انت هتقدر تسيطر على المباراه. كابتن وائل حسام وريكاردو الاثنين لعيبه ضريبه مركز 4، كابتن خالد قال ان هو بيعتمدوا عليهم اعتماد تام، البصير من أساريا الليبي بيعتمد عليهم اعتماد نقدر نقفل على مركز 4، تدفعنا ازاي وشكل ملعبنا في دفاعنا يكون ازاي على مركز 4. زي ما اتفقنا الاول طبعا اللي هيحدد كان البلوك هيبقى هجومي او دفاعي او هنقفل زاويه او هنقفل خط، نمره واحد هو قوه سيرفينا والاستقبال بتاعهم عامل ازاي. كويس. كل ما الاستقبال بتاعهم هيطلع الكوره خارج المنطقه المميزه واللعب يبقى واضح، ساعتها نقدر نلعب دبل بلوك او تريبل بلوك، ساعتها بنقفل خطوط ونفتح الزوايا عشان نقدر ناخد ديفنس اب. ده كمثال لو الاستقبال طلع مظبوط، طبعا عاده بنسبه كبيره بتبقى الكره سنجل بلوك في الاطراف، فساعتها برده عاده اللعيب الطرف بيطلب منه يمسك الكوره وبيحصل دفاع في المنطقه الخلفيه يمين ايده وشمال ايده. فهي كلها خطط لعب طبعا، لكن نمره واحد هي يعني اللي بيأدي نجاحها هي امكانيات لاعبتنا سواء في حائط الصد او في الدفاع منخفض الرهن. كابتن خالد، من وجهه نظرك فرقه أساريا الليبي بتضرب على زوايا الملعب ولا على خطوط الملعب اكتر في من خلال مركز 4 ريكاردو وحسام من مركز 4؟ هو طبعا هو بيعتمد في الضرب قلنا على ريكاردو اعلى من حسام، بيعتمد طبعا. هو في كمان اللاعب اللي هو صامويل اللي هو لاعب مركز 2، ده اعتماده الكلي او معظم رفعه بيبقى للاعب ده. كويس. يعني ده اللي هو زي احمد صلاح كده عندنا، يعني حاجه بتنفع يعني الاهلي السنتر بلوك يقفل ولا نفتح الخط ولا نقفل الخط؟ لا هو طبعا 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 لازم الاول يعني الاول ان احنا لازم الارسال بتاعنا يبقى مؤثر عشان الكره حتى تبقى رايحه له، يبقى السنتر بلوك عارف رايح فين، لان لو ارسال راح له عادي عنده ثلاث اختيارات ان هو يعني عنده السريع، عنده الضارب مركز 2، عنده ضارب مركز 4، عنده اللعيب الخلفي اللي هو بيضرب من مركز 6. فطبعا احنا طبعا بالارسال لازم نوجه ارسالاتنا كويس قوي على
اللاعب اللي اسمه حسام حمودة او ارسالاتنا تبقى مؤثره اللي هي بالسبايك سيرف. بالسبايك سيرف. السبايك سيرف طبعا احنا السبايك سيرف طبعا يعني هو ما بيبقاش موجه. السبايك سيرف بيبقى ارسال قوي جدا رايح في اتجاهه في اتجاه اي لاعب. بس طبعا مع احمد صلاح وعبد الله عبد السلام ارسالاتهم صعبه جدا. صعبه جدا كابتن نور. الارسال مهم جدا. تركيز كابتن ميدو مصلحي اكيد بيركز على قلت لي الاستقبالات الضعيفه، بيحلل المباراه ويقول لهم روحوا المركز الارسال بتاعكم على مركز 5 على مركز 6 ولا بيقول لهم ايه بالظبط قبل المباراه؟ لا هو طبعا كابتن محمد مصلحي محلل الفرقه كويس قوي، عارف اللعيبه بتاعت الضريبه العاليه اللي هم بتوع اربعات والاوبزيت، عارف زوايا الضرب بتاعتهم مذاكرها كويس قوي. في المحاضره اكيد قايل لهم مين بيضرب زاويه ومين بيضرب خط، نسبه الزاويه كام ونسبه الخط كام بالنسبه للعيبه العاليه، حتى بالنسبه للعيبه اللي بتضرب سريع لو كوره جت كويسه معروف كل لعيب ده بيشوط زاويه ولا بيشوط خط. فكل ده انت مذاكر الفرقه اللي قدامك وعارف مين اضعف في الاستقبال ومين اضعف